واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمنافذ المبادرة المنتشرة على مستوى الدولة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة، ودايما هو واخد باله من المستهلك ومحدود الدخل. الاستهلاك اللي المواطن بيستهلكه في خلال الشهر الأساسية موجودة وبأسعار أقل من الأول بكتير، فالمبادرة عاملة مجهود كبير. أنا بشكر سيادة الرئيس إن هو حاسس بالمواطن، والمبادرة أسعار هنا غير أسعار خارج المبادرة خالص نهائي يعني. هذه المرحلة من المبادرة والتي مدت الوزارة فعالياتها اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر، تشهد مشاركة كبيرة من الشركات والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، وبتخفيضات على السلع تصل إلى 40%. بشكر طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو عمله وفي المبادرة، وإن المبادرة نفعانا نفع كبير جدا. المبادرة كويسة جدا، بتوفر عليا حاجات كتير قوي، وبتساعدني في إن أنا يعني أجيب حاجات كتير، وهي ممتازة بصراحة. نشكر الرئيس على المبادرة الحلوة دي، ويا ريت إنها مستمرة معنا فترة أطول من كده. وتشهد الشوادر المشاركة في المبادرة وفرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. المبادرة والله فيها حاجات كويسة جدا ومناسبة لكل الأسعار، وأسعارها متفاوتة يعني متهاودة عن بره بكتير. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة كويسة جدا وفارقة مع ناس كتير، المنتجات كلها موجودة والكواليتي بتاعها كويس جدا، وأنا كرب أسرة طبعا فارقة معايا. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. وبالتزامن مع المبادرة، وصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفر أيضا عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. نشكر سيادة الرئيس على الأسعار وعلى الجودة اللي احنا بنشوفها في مصر، ونتمنى من سيادة الرئيس المبادرة دي تكون مستمرة في جميع الجمهورية. منفذ أمان للشعب المصري يشتري سلعة سعر كويس، جودة عالية، معاملة ممتازة، السلع كلها متوفرة بأسعار في متناول الجميع. بنشكر الرئيس طبعا وزارة الداخلية على المنافذ أمان ديت، وهي فعلا أمان للناس وأسعار رخيصة جدا عن أي حاجة بره يعني. مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية تؤكد من خلالها وزارة الداخلية حرصها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم. وفرة كبيرة من المعروض من كافة أنواع السلع أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.